موسيماني حصد مع النادي الاهلي الى يومنا هذا حوالي 4 بطولات، وحاليا بينافس على قول 3 بطولات كمان ما بين محليه وقاريه. الله بصلي على كامل النور. دي حاجه تسعدني. الدخله دي مش لا، ما انا بصي بقى اكملت السؤال جاي لك بقى في النص. السؤال ليه تعرض لهذا كم من التحفظات على عم فايلر؟ قعد لغايه اما جه ومشي، وكل يوم يقول لك ايه هو هيعمل لنا ايه بكره؟ احنا كده يعني دي طبيعه جماهير. لا طبيعه بطولات. انت مش بتعود تتعادل. ده حاجه صعب جدا. دي حاجه حكايه يعني اللي يحط نفسه في مكان المدرب واللعيبه بطبيعه الحال ده ضغط ما بعده ضغط. انت ما انت في ضغط كل يوم اهو، كل يوم الصبح لازم تبقى صحيح ايوان انك في حته هي اوريدي ايوان. فالحمد لله ما ينفعش ان في مؤسسه زي دي غير انك تبقى شايف شغلك مظبوط قوي. فهو راجع على طول في اختبارات، وفي بتبقى عندنا خدعه بين اللاعب والمدير الفني، يا ينزل يخليك فوق، خدت بالك؟ طبعا ينزل اللعيب عنده الكلام. شد ولا عنده اي حاجه عيني مش قادر يديك اللي نفسك صحيح. فيه طبعا. فتلاقيه واقف بيعمل كده بيعمل ويبص للناس، طب اعمل ايه؟ يعني الحقني بقى باكرم توفيق، الحقني بقى في شيء خده مني فلان طبعا. خده مني علي. فهو ده اللي الناس ما بتفكرش فيه. الناس عايزه مكسب وبس. الناس عايزه انت دايما تبقى انفورم باللي بتسمعه واللي بتعودتهم انت عليه وكل حاجه. فخلاص الناس تعودت، فمش ما بيقبلوش. وفي نفس الوقت لما لا قدر الله بيحصل اي حاجه، اول ناس بتسقف لك واول ناس تقف جنبك، لان هي دي طبيعتنا احنا يعني.